السلام عليكم. النهاردة هنشوف دور كاسباروف مع كارلسن سنة 2020، واللي اتلعب في فيشر راندوم تشيس. وهنبتدي الدور على طول. زي ما احنا شايفين قطع الأبيض متلخبطة وقطع الأسود برضو متلخبطة، ولعب كاسباروف هنا d4 d5 e3 nf6 وبعدين nf3 e6 c4. و الموقف طبعا زي ما احنا شايفين القطع مش في مكانها، فبسرعة اتلعبت النقلات ووصلنا دلوقتي لموقف جديد ان c5 ضاغط على d4. فطبعا كاسباروف بيفكر هيعمل ايه، هل هو هيكسر مش هيكسر، هيخش اند جيم، لانه طبعا الوضع ملتهب. وابتدى كارلسن عاوز يزق b5 والفيل الابيض في خطر، فلذلك كاسباروف بيفكر دلوقتي هل يكسر. فاخد بيدق في بيدق، طبعا اخد كارلسن، ودلوقتي ابتدى يظهر انه موقف كارلسن ابتدى يتحسن. فكاسباروف اخد كارلسن بالملك بتاعه ولعب بيشوب d3. وطبعا دلوقتي موقف الاسود مش اسوأ ولا احسن، لكن ملكه افضل من ملك الابيض. فبيت كاسباروف عشان يجيب الرخ بتاعته في نص الرقعة، وزي ما احنا شايفين كارلسن بيفكر يعمل ايه، هل يحرك الفيل او الحصان، لان طبعا دي مشكلة ان الحصان والفيل بيشتركوا في المربع اللي هو c6. فبيفكر كارلسن هنا يعمل ايه، وزي ما احنا شايفين كارلسن اختار الحصان فلعب nc6. ودلوقتي مفيش تهديد مباشر، ولكن الاسود افضل قليلا بسبب ان زي ما احنا شايفين المربع f2 مربع ضعيف. فنط كاسباروف بجي ng5 علشان يرجع بحصانه في e4 ويحاول يكسر القطع. وهنشوف كارلسن بيلعب على فكرة الفيل، كسر وبعدين لعب بيشوب c3 f6 علشان يحاول ان هو يحد من الحصان اللي موجود في e4، وفي نفس الوقت البيدق اللي كان في g7 ان هو يقل شوية الضغط عليه. لعب g4 من كاسباروف بيحاول ان هو يمنع زقات زي f5 في المستقبل ويهجم على جناح الملك بg5. وهنا كرامنيك كارلسن بيفكر، فلعب بيشوب a4 قال اتخلص من البيشوب اللي موجود في c4 وضعي في المربعات السوداء عند الابيض. و كاسباروف بيفكر هل ياخد الفيل ولا ما ياخدوش، اخد بالحصان كارلسن. ودلوقتي المربع بتاع c5 مربع ضعيف، رجع كاسباروف علشان ما تبقاش فيه كشات، وفي نفس الوقت لو يقدر يكسر الرخ وياخد العمود. كارلسن رفض ولعب بيشوب c4 وربط الرخين اللي ورا مع بعض وضغط على الحصان. فكاسباروف قال استنى احمي g4 بتاعي، ولو كارلسن عاوز يكسر. كارلسن لعب nc4 نقلة منطقية، طبعا عاوز يرجع بالحصان بتاعه في b6 وبعدين d5. لكاسباروف طبعا التهديدات بتاعته دلوقتي ممكن ان هو ياخد، فاخد فعلا، وابتدى هو اللي عنده سيطرة دلوقتي على الموقف. ولكن قطع الابيض في عندها مشكلة ان الفيل الابيض ملوش مدى كبير. لعب كاسباروف g5 زي ما قلنا، اتلعبت f5 زي ما قلنا برضو قبل كده. والمشكلة دلوقتي المربعات السوداء عند الابيض بس، عند الاسود ضعيفة، ولكن طبعا برضو قطع الابيض ما عندوش فيه الاسود عشان يستغل الضعف ده، فدي المشكلة. فنط هنا كارلسن في e5، هو بنفسه نط، فهيلعب ng4 اكيد علشان يضغط على البيضة اللي موجود في e3 وال h2 احتمال كبير.
فضل كارلسون ان اف 3 علشان يضغط على اتش 2 وفي نفس الوقت الدي 2 مقفول على الملك ما يعديش منه. كارلسون بيحاول يقفل الموقف ويقفل قدام الفيل الابيض بتاعه بتاع الملك الابيض. ايروك اف 2 علشان يضغط على الحصان الاف اف 3 ويعلق الفيل اللي موجود في سي 6. موقف الابيض طبعا موقف دفاعي جدا، الاسود ما عندوش مشاكل وطبعا احتمال الاخطاء تبقى كبيره. كارلسون زق E5 نقلة حلوة. كاسباروف بيحاول يتخلص من البيادق بتاعته الضعيفة اللي في E3 بإن هو يزق البيدق بنفسه. أخد كارلسون، أخد كاسباروف. لعب كارلسون نقلة حلوة هنا Nd4، رجع كاسباروف بالحصان بتاعه بفكرة زائد F5. ولكن هل كارلسون هيسمح له ولا لا؟ ده هنشوفه دلوقتي. اخد كارلسون على البيشوب اللي على C2، وهنا كارلسون ربط البيضة اللي موجود في F4، وطبعا تهديد دلوقتي الزقة بقى مش موجود تقريبا. رجع كاسباروف علشان يحمي البيدق اللي في F4. كارلسون بيتقدم ببطء بالملك بتاعه في وسط الرقعة. كاسباروف بيحاول يوجد نقلات لملكه لأنه طبعا معزول خالص، بيحاول إن هو يحطه في وسط الرقعة. الموقف حتى الآن شبه متعادل، ولكن الأسود أفضل قليلا. هنا بيحاول كارلسون إن هو يستغل الحصان إن هو يكسره، وفي لحظة من اللحظات ياخد البيدق اللي على F4. وطبعا الحصان ملوش مكان، فاضطر يلعب كاسباروف روك F3. بيشوف كده ايه اللي هيعمله كارلسون. كارلسون برضو بيلعب نقلة انتظارية روك F7، وبيقول لكاسباروف وريني ايه اللي عندك. هنا اخد و كاسباروف طبعا اضطر ياخد الفيل، فاخد كارلسون هنا. وموقف الاسود احسن شوية لان بيادق الابيض متقدمة اوي زيادة عن اللزوم. كاسباروف بيهاجم الرخ، كارلسون بيهاجم البيدق من ورا، ومفيش دفاع طبعا عن الجي 5. ووقت كاسباروف زي ما احنا شايفين بيخلص، وطبعا ضغط الوقت حاجة صعبة جدا في البليتس. رجع كارلسون بملكه تاني روك C2، أخد البيدق بقى معاه بيدق زيادة في جناح الملك. كاسباروف بيفكر هل يلعب روك C7 ولا نقلة فاشلة ولعبها فعلا. يحاول يوجد لنفسه فرص عشان يكمل لعب، وإلا الأسود يخسر بسهولة. كارلسون بيفكر يلعب ايه، هل يلعب هو نفسه روك G2 ولا يزق البيدق، وانهي بيدق فيهم ال H ولا ال B. حمى ال B7، هياخد كاسباروف طبعا اكيد على ال H7 لان ده التعويض الوحيد اللي ممكن يكمل بيه المباراة. فاخد فعلا، اخد كارلسون على ال B2
لعب كسب A4 علشان يمنع B5. والوضع طبعا صعب جدا، فلعب كارلسون A5 علشان يوقف البيدق ان هو يتحرك. لعب هنا كاسباروف H4 وكارلسون طبعا هيلعب هنا النقلة اللي المفروض ان هو يفوز بيها، فلعب روك B4 نقلة طبعا قوية جدا. وهنا كارلسون بيغلط ويلعب النقلة اللي المفروض ان هو ما يلعبهاش، ولعب كينج F7. النقلة الصحيحة كانت كينج D7. اخد وزق البيدق، منع كاسباروف ملك الاسود من الدخول بالروك E5. طبعا بقى الموقف صعب، لو خدت البيدق اللي على A1 اللي على A4 هيلعب لك روك B5 والدور يبقى باطل. فعلشان كده كارلسون مش عارف يعمل ايه ويفكر، فدخل بيهاجم الرخ، رجعت في E4 روك B3 كش، بيهاجم رخ تانية وفضل كاسباروف على الصف الرابع، هاجم هو نفس الرخ اللي في B3. وهنا كارلسون زي ما احنا شايفين متضايق جدا لأنه الفوز أفلت منه، بيحاول يهاجم البيدق، أخد والموقف طبعا تعادل دلوقتي، وكاسباروف هرب من هزيمة نكراء طبعا.